بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه وبعد. نحن الآن أمام هذا المبنى والذي سيحدثنا الشيخ محمد عن هذا المبنى، هذا مسلمز آرمز. نعم، ماذا هذا المبنى؟ طيب نعم تفضل الشيخ محمد. زي ما شايفين المبنى أصلا بار، سبحان الله الأخوة جمعوا له مبالغ خلال سنة كاملة أو أكثر من سنة، ما شاء الله كانوا يجمعوا المبالغ في مدينة مدينة نوتنغهام. تمام. الهدف الأساسي منه هو مركز دعوة المسلمين الجدد، أو مركز للدعوة وتوعية المسلمين الجدد. نعم. يعني تبع منظمة اسمها نوتنغهام فورميشن إسلام فورميشن بوينت. ممتاز. بدأوا في الدعوة من سنة 1997، يدعو في مركز المدينة في أماكن مختلفة. ما شاء الله. الآن الحمد لله يعني أصبحت يعني الوضعية اللي وجدت منها. ما شاء الله. هذا كم مساحة المبنى؟ يعني كبير المبنى؟ تحت فيه يعني ثلاث صالات ضخمة. نعم. وفوق فيه عدد من الغرف والملحقة. ممكن نجي نجيب نشوف. ممتاز. سبحان الله كان بار. يعني هذا كان بار، سبحان الله. حتى يمكن بعض الكنائس دكتور، يمكن ايضا بعض الكنائس تحول ايضا، يمكن في بعض الكنائس تحول. نعم. هذا المبنى فور سيل. محمد تعلوا صوتكم شوي عشان يطلع في الفيديو. نعم. هذا الان المبنى من هذه الجهه، يمكن الاخ يصور هناك، تنظرون الي هنا. يعني مولدرز آرمز. ماذا؟ هذا اسم مولدرز آرمز. هذا اسم القديم. قديم. الآن الحمد لله تحول وأصبح. هذه جهود مباركة في نوتنغهام. هو تكلفة كانت في حدود 400. كم التكلفة تقريبا؟ في حول أقل من 200,000. بس مع الصيانة كان ممكن يكلم. لا الآن لسه الصيانة ما بدأت. يعني هو 200,000 سعر المبنى. منطقة جميلة هنا، ممكن الحمد لله. يعني هذه المنطقة. بارك. هذا بارك. هذا بارك زي حديقة. هو بارك بيكون البلدية هذا. نعم. فممكن يستفيدوا من الناس كلياتهم، بس فرصة انه يكون اصلا قريب من المركز الاسلامي. انا في المستقبل راح يكون هو مركز اسلامي. هذا مركز اسلامي ان شاء الله. للدعوة واستقبال المسلمين الجدد يعني. مركز اسلامي غير مركز اسلامي، مدرسة تعليم القرآن. نعم. ممكن شيخ محمد تحكي لنا بس عن الفانكشنز اللي راح، يعني الوظائف تاعته. طيب في المستقبل. هو بالاساس اصلا المسلمين الجدد. طيب المسلمين الجدد مثلا في عدد كبير جدا من المسلمين اصلا يتحولوا يعني يعتنقوا الاسلام. بعد كذا المشكله الاساسيه يعني في الدعوه عموما ليست انك تاخذ مثلا شخص يعني توتو يعني لانه يعتنق الاسلام ينطق الشهاده فحسب، تتابع معه بعد ما يعتنق الاسلام. فهي تحتاج تتطلب مثلا وجود مثلا مركز متخصص، مثلا خصوصا مثلا عندك مجموعه كبيره اكثر يعتنقوا الاسلام هنا في بريطانيا هم النساء. أكثرهم من النساء. أكثر من ما شاء الله. يوجد مثلا مكان مخصص للنساء أيضا. كان الأخوة والأخوات مثلا في تبع مثلا إسلام فورميشن بوينت مثلا يعملون بمنازلهم. فإذا كان مثلا عندك حوالي مثلا 60 شخص نيو مسلم، كيف تفعل؟ ما يعني بيوت هنا معروف إنها صغيرة. لا ما ما ما. ما في برامج عندكم، برامج مثلا لتعليم جزء عامة لهؤلاء الجدد؟ بعد كده يريد يعني نحاول نطور المركز مثلا إنه يستخدم عدة وظائف مع بعض، يعني غير المسلمين الجدد. مثلا حوجة ضرورية جدا مثلا للمسلمين نفسهم لتعليم أبنائهم القرآن، مثلا ربط المجتمع بالإسلام بالقرآن. إذا هو يعني متعدد الوظائف راح يكون في المستقبل، يهدف المجتمع المحلي كمان يهدف المسلمين الجدد. نعم. مثلا الشباب أكثر المسلمين إذا لم تهيئ لهم برضو البيئة الصالحة مثلا. نعم. أكيد ينجروا للشوارع، والشوارع مثلا مفتوحة تماما. وهو راح يكون مربوط مع الإسلاميك انفورميشن بوينت تاعت المدينة اللي هي نقطة. أيوه، هي نفسها أصلا. هي راح تديره وراح يكون له إدارة يعني إن شاء الله. نعم. أشكركم على هذا. بس دكتور قبل ما بدنا منك كلمة بهذا الموضوع، لأنه الحقيقة في حاجة للتبرعات. يعني بيعرف الأخوة أنه الآن شراء المبنى ليس هو كبداية، هي بداية، لكن الآن المشكلة running cost، الصيانة. حتى المسلم الجديد عندما يدخل الإسلام يحتاج إلى من يتابعه. كنا نتكلم قبل قليل عن اختلافات الموجودة. يعني أنا أذكر دائما أذكر هذا المثال، بسبب الاختلافات أحد الأخوة دخل الإسلام وخرج من الإسلام بسبب اختلافات المسلمين.
فهنا في حاجة كبيرة جدا، ليس طبعا. انه يدخل الاسلام يعني انه ولا شك في الكريم، لا شك النفقة انا يعني بعتقد انه النفقة اتوقع هي من الصدقة الجارية، اليس كذلك دكتور؟ هو من الصدقة الجارية، وهو من اعظم ما ينفقه الانسان، لانه الحقيقة يعني اثره ان يدخل، تخيل انت الان يهدي الله بك رجل واحد خيرك محمد معه، فكيف اذا انت دفعت مالا وكان هذا المال سببا في هداية المئات والالاف الى ان تقوم الساعة. الله الله اعلم، انظر كم هذا الباوند الذي دفعته او العشر باوند التي انت دفعتها التي انت كنت بدفعها، اهتدى على يد هذا المركز الاف البشر، ربما ملايين من هنا الله اعلم حتى الله. فهذه اجور عظيمه لا شك ان الله عز وجل. وبدات ببسكليت، بدات الدعوه في بسكليت، تخيلوا كانوا يروحوا على بسكليت، لذلك فالان سبحان الله. يعني النداء لاخواننا، لا يعني لا تحتقر باوندا ربما ينقذ انسانا من النار. دكتور ابراهيم، ممكن بس مشان يعني الغايات ان شاء الله التوثيق، ممكن تحكي كيف ممكن يتواصلوا اذا حد بده يتبرع؟ يعني كيف، مع مين ممكن يتواصل مع الاشخاص؟ على الجوجل كتبوا NIIB نوتنغهام، او الويب سايت هو الموقع nottinghamislam.com. وفي بعدين اوكي ممكن يتواصلوا مع الاخوان هناك لموضوع التبرعات. فيسبوك منزلين كمان في ويب سايت مكان معين للتبرعات، مهما كان التبرع بدك تعلن اسمك ما بدك تعلن، فهذا يرجع لك. فنسال ممكن انه يتبرع. نعم، نسال الله انه ربنا يجازي في الاخوان هذا اللقاء، الاخوان الكارم القائمين على الدعوه هذا الطلب هنا في جامعه نوتنغهام، اخوه فضلاء احببناهم في الله، جزاك الله خير، يبارك الله في اعمالك، اللهم في سبيل الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين. الصلاة. جزاكم الله خير.